كان يقال يعني هو كان ساعتها كابتن أحمد شوبير اللي هو حارس مرمى نادي الأهلي كان مصاب بسبب لقاء ما بين الأهلي والمنصورة، وكان يقال إن كابتن محمود الجوهري يعني قال لكم ادخلوا استغلوا الموضوع ده. والله انا هل حصل ولا برضو نفس الاجابه بتاعت كابتن رضا؟ لو اي حد هيكلمك بره الحاجه، انا عايش الحاجات دي، هيقول لك والكابتن الجوهري اضرب واضرب الكابتن شوبير واضرب الحارس الاحتياطي، مستحيل. ما فيش أنا يعني زي كابتن رضا عبد العال. كابتن محمود الجوهري ده اسف ما يعني اخلاق مش بس مستحيل ينقد حد من اللعيبه حتى بين الشوطين، بين الشوطين اللعيبه الفرقه بتاعته ما يتكلمش مع حد خالص غير التعديل فقط. لكن كلمه ان احنا كابتن شوبير، كابتن شوبير ده كابتن منتخب مصر وقيمه كبيره، لكن ما فيش الكلام ده. مستحيل بس مستحيل يقال برضو كلام، لازم يعني نبين الحقائق يعني. لا والامانه الكابتن شوبير كان علاقته بنادي الزمالك الفتره دي كان في ود بينه وبين اللعيبه، فمستحيل ان احنا نتعرض ليه لانه كابتن المنتخب وكابتن النادي الاهلي. فالعلاقات كانت كويسه وما فيش استغلال للاصابه. هل في اللقاء ده مع الله يرحمه كابتن طارق سليم برضو مدير الكره في الاهلي في الوقت ده، هل هو وكابتن محمود الجوهري الدنيا كانت عامله بينهم ازاي؟ هل كانوا متخانقين؟ هل سلموا على بعض؟ يعني الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ لا انا فاكر الموقف ده، واحنا بعد ما السفاره انتهت حضنا كلنا بعض ودخل مجموعه اللعيبه ودخل الجهاز. انا اللي شفته بعناية برضو كابتن طارق سليم الله يرحمه وبعض اللعيبه تحركوا على اوضه اللبس على طول. ما فيش تهنئة اللي حصلت انا فاكرها بعد ما اتحرك النادي الاهلي كله ودخل اوضه اللبس، ما فيش استلام ما كانش فيه استلام جوائز. احنا اللي استلمنا فقط. نزل مجلس الاداره الله يرحمه المستشار جلال ابراهيم الله يرحمه فايز الزمر ومحمود الدكتور محمود، مجموعه كتيره جدا مجلس الاداره محترم كله، فايز الزمر سلموا علينا وصورنا. وبعد كده قعدنا بعد المباراه مع سياده الوزير عبد المنعم عمارة ربنا يديله الصحه، وساعتها اخذته كمان مكافئات. بس هي النقطه برضه للزعل، المكافاه عباره عن شهاده استثمار للفريق الفايز مبلغ كذا والفريق اللي خسر مبلغ كذا. الفريق الخاسر بياخد جايزه؟ هو بيقولوا كان هيكرموهم، بس انا المبلغ انا اعرفه 6000 جنيه. 6000 انا فوجئنا بالسيد الوزير. يعني الزمالك والاهلي اللعيبه واخدين نفس الفلوس؟ ده انا بقول لك نفس الفلوس، احنا المركز الاولاني انا فاكر 6000 جنيه شهاده استثمار غير اتحاد الكوره كان بيدينا فلوس. فال 6000 دي في الشباب والرياضه جه بعد مباشره اول مره تحصل، قعد مع الجاهزين وقال لهم الماتش كان وحش في مصر، الناس بتقول وحش في مصر، ده الكلام اللي بيتقال لي انا ما شفتوش بنا عشان اقول لك مثلا الماتش وحش في مصر والناس مش راضيه عنه، فاحنا هندي المكافاه 3000 للاهلي و3000 للزمالك. ده كان المفروض تاخده 6000 وتقسمت ما بين الزمالك والاهلي. ودي استغربت لها زي ما استغربت عدم تسليم الميداليات، زي ما قلت لك ان انا راجل صعيدي فانا نفسي اولادي اخواتي والدي والدتي الله يرحمه يشوفوا طبعا اكيد في نادي قرن اتنين فرقتين تقال جدا. طبعا فكان نفسي. واول مره كانوا يتقابلوا في سوبر افريقي واول فريق مصري يفوز بالسوبر الافريقي، ما دي اللي مستغرب لها دي. والمكافاه يعني حضرتك رغم الاجواء الحلوه اللي ما بين اللعيبه حضرتك بتقول ان تنظيميا كان في شويه يعني ايه الدنيا مش متساويه، يعني مش بيرحبوا قوي بالفائز او مش بيكبروا قوي الفائز، لا الاثنين زي بعض. ده الكلام اللي حصل. انا حتى الذكرى دي كلها عشتها، حتى بقينا نقعد بره الفندق كده نقعد من الزعل وده كله. الزعل مش احنا عشان في حاجه، ده احنا كسبانين بس عدم تقدير. المدربين بيتكلموا ازاي تتقسم المكافاه ازاي كذا كذا، احساس بعدم تقدير يضايق برضه.